مش عايز لوحديها، ده ابونا في البلد البلادي. افتح ايه اجري يا نجري. هوج مش لحقت يا هوج، حتى انت كمان يا تلحق تجري. رصاص ابو الليل ما بيفرش يا فاله، تبص تلاقي الارض اتشقت وبقى قدامك، ما تعرف طلع عليك منين. لحقوا بالليل، حتى الكلاب بقت تلعبكم. والله تقولوا لي المسميري وشيل البارودة، لكن انت بالك بضرب. هل يا نجري ابو الليل ما يفوتش المول وهتقولوا ربيع حال. تبقى الحال ازايها يا عمدي؟ زي ما تكون يا رجاله. وفلوسنا اللي دفعناها احنا اللي قلناه هنرجع نزيده ونعيده، انتوا لقيتوني ولا شرطوني ولا دفعتوا شيء في حضوري، نظام جارين على ايه يا رجاله؟ النص دي مش راجلك؟ لا النص مش راجل، كل البلد عارفه انه المرشد بتاعك. ايوه دي ما انكرهاش، راجل كان عاصي وماشي مع الشيطان لحد رجله ما انقطعي، وجيت لقى حينه حب على ايدي وقال لي تبت على ايديك وحكفر عن سيئاتي وفعل وبيرشد عن بعض الجرائم دخلها ايدي بعملتكم المسخة. احنا ناس على باب الله ومش حمل بيمتين يضيعوا منيني. قلنا ندفع حلوان ونتوصل للبيمتين. قبل ما تدفعوا الحلوان شاورتوني. عارفينك مش حترضى وحتبلغ المركز، واحنا ما راضينش تبلغ المركز عن سرقه البيمتين عشان مخك وعكر. اللي اقول يا حضره العمد، النص ده مأمون. هو لو كان رايد الاجرام كان اتلقح هنا. النص جه اهو. ها ايوه عملت ايه يا مولى؟ طمني البيمتين اتكلم. البيمتين مش تستنوا عليا لما اخد نفسي. ديه مساء الخير يا عمده. روحوا على داركم تلاقوا البهمتين هنا. يا ما انت كريم يا رب. الحمد لله. خد دول حلال عليك يا نص. يا خال استغفر الله، انا بعمله ثواب لله. روح اصيل يا نص. ازاي الحال دلوقتي؟ عرفتوا كلام عمدتكو؟ ظهر النص وعمل الواجب ولا لا؟ ولادك برضو يا حضرة العمدة كبرنا وعشمانين فيك، ده احنا في رحبك يا راجل. متشكرين يا عمدة، متشكرين يا نص. سلام عليكم. قال ايه ما تسويش الهدمة اللي عليها. ايوه اخدم انت الاغراب واجري الكل من كان، بس تيجي لحد العمدة وبرك الجمل ومحسوب عليا مرشد العمدة. اني امنت بالله قصدتني في حاجة يا عمدة واخليت بيه. طب وراس العمدة؟ ما حد جايب دغ ابو الليل ده غير النص. يا حضرة العمدة الحق يا حضرة العمدة. ايه دي ايه يا واد؟ ابو الليل قفل المولد. جليل اسود يا اولاد، صحاب الالاعيب واصحاب القهاوي جالهم الامر من ابو الليل انهم ما يفتحوش محلاتهم النهارده، وكلاتهم قفلوا محلاتهم وروحوا، والمولد كلاته شغال على قهوه الغازيه ضوحى. سامع يا نص؟ خليك ساكت عن ابو الليل كده لغايه ما راس العمده تيجي الارض. حضره البيه المامور عاوزك توصل لحد المولد دلوقتي حالا. جهز الركوبه يا واد يا مجاهد، وحضر الركوبه للنص. يا عمدة لا، انا رجلي بتنبه عليا مش قادر اجي معاه. بلاش كلام امال، قوم بينا قوم. طب انا حريح شوية وبعدين هحصلك يا عمدة. ايه والبيه المعمور لسه في المولد؟ البيه المعمور في المرور، لكنه قال ان حضرتك توصل لحد الاهالي تخليهم يفتحوا محلاتهم لحد ما يرجع. اهالي مين يا وادي اللي تفتح محلاتها؟ هو ابو الليل يقول كلمة ويخلفوه؟ ده الرعب ملا قلوبهم. ده عامل كده مخصوص عشان يمشي قهوة ضحى، عشان خاطر ضحى وعيون ضحى وشخلاع الضحى. يعني كنت دوشين دماغتنا على تصريح المولد ومربطين حوالين المركز في الدخلة والخارجة التصريح، عايزين نشتغل عايزين نفتح ربنا يخليك. يعني المولد يشتغل ما انتوش فاتحين ليه؟ ما بتردوش ليه؟ ما تتكلم انت اهو، انت قول. رجل دي لما تتقل الرجل تبقى نفتح. ايوه كده برضه يا سعادة المأمور. لا يا رجالة يا شنبات، حرمة تفتح وانتوا تقفلهم؟ مش داعي الكلام ده يا سعاده البيت، ده امره سارع على الجميع واحنا مش هنضيع حياتنا عشان لقمه عيش. قول بحاله يقفل عشان كلمه من ابو الليل. ابو الليل ده ايه؟ قرطه جيش. يا سعاده البيت احنا مش عاوزين الخساره ولا مش راضيين السل، بس هنعمل ايه؟ انا عايز اعرف مين اللي قال لكم ما تفتحوش. خلي بتتكلم، محدش عارف الكلمه طلعت من بوق مين. حتى من رساله ابو الليل خايفين تقولوا عليه؟ فاكرين الجبن ده هيحميكم؟ ده هيخلي ابو الليل يتحكم فيكم
تحكم السيد في العبيد. جزاك خير يا جناب المأمور. على يا عمده. وصلتني الاشاره وجيت في التو واللحظه. خبر ايه يا هريم؟ جرى ايه يا رجاله؟ قوموا يلا افتحوا دكاكينكم وقهاويكم. بتزوموا ليه؟ نسحبوا تصاريح اللي تنوا قبل يا جناب المأمور. نسحب التصاريح؟ اصبح بكره اعمل امر ازاله للمحلات؟ الرحمه يا خالق، احنا رجعنا من الشرق ولا بالغرب يا سعاده البيه؟ يا رجاله، الانسان له عمر واحد بيعيشه، فلازم يعيشه في عزه وكرامه من غير خوف. اذا كنت هتطوعوا كلام ابو الليل هيزداد في اجرامه وفي طغيانه. تقدروا تقولوا لي فين مسعود؟ انقتل. وفين وهدان؟ انقتل. وفين ابو شحاته؟ محدش عارف له طريق، وده الطريق اللي اخترتوه لنفسكم اذا ما رفعتوش روسكم وحاربتوه بشجاعه. ها قلتوا ايه يا رجاله؟ انا هتوكل على الله واروح افتح القهوه. والله شهم يا عبد الله. يا تعالي هنا يا بنت. نعمان يا فندين. اشمعنى انت اللي فاتحه؟ اكل عيش. بيقولوا انك في حمايه ابو الليل، صحيح الكلام ده؟ ما قلتهاش بلساني لحد. اتكلمي عادي، انا احسن اوديك الحجز. خدامتك يا فندين. مين قالك افتحي؟ الحكومه. ما قفلتيش ليه زي بيت المولد؟ ما دام في حمايه الحكومه هقفل ليه؟ القهوه اللي نورت طفنوها الرصاص، اشمعنى انت محدش اتعرض لك؟ ما نفسين وجيم اهو. اتكلمي عادي احسن لك. انا شغلتي الرقص مش الكلام. خد على المركز عشري. قالوا اي حد يسال عني انا مش هنا. مفهوم؟ مش هنا. حد دخل هنا؟ جالكم حد غريب؟ لا يا فندي، اتفضل خش شوف بنفسك. ده دخل عليكم اي غريب استنجده. حاضر يا فندي. ايه ده؟ ايه اللي كسر الباب ده؟ ده هو مكسور كده من بدري. ايوه ايوه مظبوط. ما تصلحوه ولا مستغنين عن نفسكم؟ يسترها ربنا يا فندي. وليه رضيع عمده؟ يا مأمور المركز، خلي ضحى ترجع حالا بيتها احسن لك. ها؟ هي حصلت؟ بيهدد الحكومة كمان؟ اه المجرم ابن المجرم. مسألة التهديد دي محدش يعرفها غيرك يا عمدة. ايوه امال، مفهومة لوحديها دي. المهم ان يكون في تعاون كبير بين الاهالي وبين الحكومة، وده مش موجود خالص، وانت المسؤول عن كده يا عمدة. انا شغال ويمين الله. اعمل اجتماعات، هات الخطيب بتاع الجامع، اجمع مشايخ البلاد، فهمهم الدور اللي يقوموا بيه مع الاهالي. اي معلومات بتوصل للشرطه بتفيدنا جدا. كل اللي بتقول عليه سيادتك انا شغال فيه. والواد النص بتاعك عمل ايه؟ شغال، وهو باذن الله اللي هيجيب خبره. الكلام ده سمعناه من زمان. كل شيء باوان. الواد النص ده له نظره ما تخيبش ابدا في مساله الجماعه الاجرام. انت معاده جنبك تعمل بيه ايه؟ ما تسيبه يتحرك يا اخي. وانا اكره الفايده. اهو قاعد بره جنب المطيه. انده له سيادتك وسمعه كلمتين من كلامك السخن. الراجل اللي اسمه النص قاعد بره، انده له. حاضر يا فندم. كاتبين ايه في الجورنال عندك عن حكايه المولد؟ مش كاتبين ولا كلمه واحده عن بلد. ليه؟ مش حاجة عايشين؟ طب شوف دي. قلت لك ما في. طب دي. ما في. طب شوف دي. ما في. ايه طب ما تزعلش كده امالي؟ حضرة البيه المأمور عايزك. عايز ناني؟ ايوه. سعادة البيه المأمور عايزناني. ليه يا ترى؟ معرفش. أمر سعادة البيه المأمور. السلام عليكم يا سعادة البيه. عندك كم سابقة يا ولد؟ نعم. بقول لك عندك كم سابقة؟ يا سعادة البيه ربنا يخليك. الحاجات دي كانت زمان. دلوقتي أنا عايش تايب، عايش طوع ربنا يا بيه. دخلت السجن كم مرة؟ نعم يا بيه. ربنا ستار يا بيه، ربنا يخليك. جاوب على البيه المأمور يا ولد. يا سعادة البيه أنا خلاص وفيت النصيب اللي عليا. سوابق ورد سجون ومقالة المجرمين في سجن كل مديرية شوية، كل ده ومش عارف تفيد العمدة بحاجة على ابو الليل. ولا كسر انفك انت راخر ومخليك ارنب. ايه؟ يكون ايه ابو الليل ده يا سعادة البيه؟ اني النص وحش كاسر. الدنيا كلها بتتكلم عن افعالي وعن حوادثي. وما كنتش متلتم يا سعادة المأمور. كان وشي مكشوف. الحبيب والعدو كنت قابله بوش مكشوف عشان يعرف اني النص. شوف يا نص، إذا كنت عاوز تكفر صحيح عن شقاوتك، أحسن كفارة تنفعك عند ربنا إنك ترشدنا عن أبو الليل.
ما هو ده اللي حصل دلوقتي، وسياده العمده شاهد. الاهم من سرقه المواشي والمحاصيل ابو الليل. انا ورا ابو الليل ما سيبوش وراس العمده. الاخبار المفيده مش هتعرفها وانت قاعد في دوار العمده. مظبوط يا جناب المأمور. اتحرك من بلد لبلد تسمع حاجات مفيده. انا رهن الاشاره يا سعاده المأمور. طب وراس العمده؟ ان المخفي ده ما حد هجيب خبره غير النص. تقدر توصل للكفور دلوقتي يا ولد؟ ها؟ عشان رجلي المقطوعه يا سعاده المأمور. انا لف المديريه من شرقيها لغربيها، بركه في رجلي التانيه. المعلومات اللي تعرفها تبلغها للعمده. حضرتك يا فندم مفيش لازمه تيجي المركز هنا. حاضر يا فندم. واذا كانت في حاجه تلزمك حضره العمده حي. استغفر الله يا سعاده المأمور، استغفر الله. ده انا خدام وهنا بديك الساعه. مع السلامه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. مع السلامه. هو دلوقتي هيحدد المساله تحدي وتجيب لنا نتيجه. جت اشاره من سيد وكيل النابه انه حاضر اليوم الساعه 5 للتحقيق مع الغزير. متشكر. الساعه 11 دلوقتي. سيادتك مش رايح المحطه؟ مش فاضي، ورايا شغل كتير. يبقى احمد يجي لوحده. لا يا سياده المأمور، ولو فيها تدخل مني لازم حد يروح المحطه يستقبل سي احمد. سيادتك عارف الظروف. احنا كمان هنهول يا عمده. الاحتياط واجب يا سعاده البيت. سي احمد مش ابنك انت بس، ده ابننا كلنا عشان خاطري. طيب شوف حد في الراحه يروح يقابل احمد على المحطه. حاضر يا فندم. ولما يوصل المكتب بتاعه يبقى اعمل لي تليفون. حاضر يا فندم. الو المركز من فضلك. الو اديني المأمور. انا احمد. الله يسلمك يا بابا. ايوه قضيه اسيوط خلاص الحمد لله. براءة طبعا. الله يبارك فيك. لا قاعد شويه، اصلي عندي مذكره لازم اخلصها قبل الليل. حضرتك هتتغدى في المركز؟ الله يكون في العون. متشكر. القهوه يا بيه، هجيب لك التلج حالا. ايوه النبي يا ابراهيم، لحسن الدنيا باين عليها هتولع. عندنا شغل كتير. حالا يا بيه. النهارده الخميس وبكره الجمعه مفيش نيابه، فاذا كنت عايزاني افرج عنك اتكلمي يا ضحى. كلامي انا انتهى. الكلام اللي يعجب سعادتك اكتبه وانا بصوم لك عليه. قلت انك بتقابليه. لا يا بيه، وقت ما بيريد بيقابلني هو. بيقابلك بتقابليه زي بعض. قولي لنا ايه اوصافه. كلهم عارفينه في المديريه. طويل القامة ومن لون يده اقدر اقول لحضرتك انه قطني. وعنيه شكلهم ايه؟ لونهم ايه؟ معرفش، لانه دايما بيكلمني وهو متلتم بالكوفيه. اتكلمي عدل يا بنت. وانا بتكلم معوج يا بيه. يعني لما بيوشوشك بيوشوشك وهو متلتم بالكوفيه؟ اللي بيحصل يا بيه. ثابت انه هدد الناس علشانك. التهديد مني ولا منه؟ منه، لكن عشانك. والعلاقه اللي بينك وبين بعض معناها انك تعرفيه كويس، وفي ناس دفعوا لك فلوس عشان توصليها له. اللي دفع لي مالي بيفكرني بيه قدام سعادتك. اقفل المحضر على كده. صومها. رجعها الحجز تاني. ارميها هناك لغايه ما تتكلم. يلا. والنبي ده زور، ده حرام، ده حتى ما يصحش كده. اوعى ايدي ما انا ماشيه معاك اهو. كفايه الشغل بقى يا فندم. خد اشرب الشاي يا بنتي. تسلم ايدك يا امه. مش تقومي تستريحي وتنامي يا حبيبتي؟ فاضل حاجه بسيطه، يمكن 7-8 كراريس بس. بقى كل ده وما زهقتيش؟ ابدا يا ماما، اصل البنات عاملين موضوع الانش حلو قوي، وكل بنت عامله افكار تفرق. ما هي المدرسه بتاعتهم استاذه انش. نبيها من يومك يا فاطمه. لكن انت يخلصك اليوم اللي جينا فيه يروح في الشغل والتصحيح ده، بدل ما نقعد ونتحدد ونعرف اخبارها. اخبار يا عيال، المدرسات والنظره كويسين معاك، والبنات بيحبوني وبحبهم، والتدريس اني غاويه. بسم الله الرحمن الرحيم. حل الزكيبه دي يا سلمان. ربنا يخليك. اعمل معروف، انا مش وش الحاجات دي. حل الزكيبه دي يا سلمان. اعمل معروف، ابعدنا عن الاخبار دي. ابوس ابنك. ابعد. قلت لك حل الزكيبه. ولد المأمور يا سلمان. ليه يا رب كده؟ ذنبنا ايه بس؟ هو ده ابو الليل يا ماما. اسكتي وطي صوتك، دي مصيبه وجت لحد ضهرني. يا رب استر يا رب. الاستاذ ده ضيف يا سلمان، ضيافته لحسابي، ورقبته تساوي رقبتك ورقب عيالك. في عرضك، ربنا يشكرك. حلني من الضيافه دي، الله يرضى عنك. قلت لك ضيفي عندك لغايه لما اقول لك اخلي سبيله. انا كلمتي ما رجعش بيها تاني. خد اكرم الضيف ده قدامي، اكرمه.
هات يا سلمان، ده للرجاله ويضربوا بيه كده. اعمل المعروف يا فاطمه، ربنا ينجينا يا بنتي. خد يا سلمان وريني كيف ضرب الرجال. وقعت المأمور في ضناه اقل بكتير من وقعت هني. اضرب يا سلمان، اضرب اضرب اضرب. ما بياكل لنا يا بنتي، ما تعليش صوتك. مش قادرة مش قادرة. يقتل أبوك يا فاطمة، يقتلنا كلنا. حفظت درسك كويس يا سلمان؟ الأكل ده ما تقطعوش عنه أبدا، تعشيه منه للاتي. سلمان تصون لسانك تصون حياتك. كده يابا، أنت تعمل كده يابا؟ هو ده عدل؟ هي دي رحمة؟ أنت كان لازم أنت. أنا مش جبان يا فاطمة، أنا مهزوم. اللي هدم السلاح والشهر. سيبنا وروح المركز يابا. مركز؟ مركز ايه يا بنتي؟ انا على بال ما اوصل يكون لحقني عيار. اروح انا يابا؟ لا يا بنتي لا لا. تروحي فين يا فاطمه؟ انتوا خايفين من ايه؟ هيجرى لنا ايه اكتر من الذل اللي احنا فيه؟ اصلي ده اتخطف واتضرب ولا لحقوش عار، لكن لو يخطفوك انت الله يستر عرضك يا بنتي. لكن ده كتير كتير قوي، هتسيبوا كده؟ ادوله يشرب. الواجب كله هقوم بيه انا يا فاطمه، بس ريحي قلبي وخليكي بعيد عن الشغلان. تعال تعال يا بنتي، تعال يا فاطمه. خش خش ادخلي جوه، ادخلي لا يرجع تاني. ابني اكد ان احمد بخير، مش هيمسه اي ضرر. انا مش هفتح الا ما اشوفه هنا قدام. حضرت ال 500 جنيه اللي طلبهم ابو الليل؟ مش 500 جنيه، انا هدفع 1000 جنيه. ربنا يخليك ليا زي ما طمنتني على انا مش هدفع ال 1000 جنيه لابو الليل، انا هدفعهم للي يرشدني عنه. ابني دم ابني في رقبتك. يا ستي اذا كان المجرم عايز يقتله ما كانش خطفه. فاهمه فاهمه، هو خطفه عشان الفلوس، فلازم نديله الفلوس علشان ما يضيعش ابني مني. المساله مش مساله فلوس، هو خطف احمد رد على حبسنا للغازية اللي هو بيحميها، عمل كده عشان مركزه ما يتهزش قدام الاهالي ويفضلوا خايفين منه وخاضعين لاوامره. مالي انا ومال الكلام؟ يا ستي عايزك تفهميني وتفهمي تصرفاتي. هات لي ابني وانا افهم كل اللي انت عاوز تقول. ما هو انا عشان اوصل لابني بستعمل سلاحين، اولا قايمين بحمل التفتيش في كل المنطقه. هو ده اللي هيخليه يقتله. ثانيا الالف جنيه هيحمسوا الاهالي ويخليهم يفتحوا عينيهم على كل شخص مشكوك. ابني لو اتقتل هتكون انت اللي قتلته. يعني عايزني اعمل ايه؟ ادفع لابو الليل ال 500 جنيه وبعدين. انا لو كنت فرض عادي من الاهالي ما اقبلش على كرامتي ورجولتي ان انا اتسطر على مجرم وادفع له فديه. اقبلها ازاي وانا مامور؟ انا ممثل حكومه. خلاص عليه العوض عليه العوض. متشكر قوي. لحسن ابويا وامي. حاضر. انت بخير؟ الحمد لله. تقدر تقوم؟ تقدر تهرب؟ لا ما اقدرش. ما تقدرش تسحب لحد بره؟ لا. تحب اروح اقول انا للناس يجوا يشيلوك؟ مش الفكره، انا اقدر امشي بس مش عايز اهرب. انت كمان خايف؟ المساله مش مساله خوف، احنا في موقف لازم نعالجه بحكمه وبحذر. تحب اروح ابلغ الناس؟ لا لا لا، ابو الليل لو عرف اني هربت هيعمل فيكوا حاجات فظيعه، ده مجرم قاسي ما عرفش الرحمه. كان نفسي يطلع عليك النهار وتكون حر نفسك. متشكر قوي، ده شعور نبيل. مش عايز حاجة؟ شوية مية من فضلك. حلو، خد اشرب اللبن ده يرويك أكتر. متشكر. والنبي تسامح أبويا من قلبك. أنا مش زعلان من أبوكي، هو ملوش ذنب. أنا لو معايا سلاح كنت قتلته. الشجاعة دي لو عرفتها قلوب الرجالة ما كانش يبقى في حاجة اسمها ابو الليل. هات افك لك ايدك عشان تستريح. مش هتقدري، ومن المستحسن نفوت الليلة على خير لغاية ما نعرف تفكير المجرم يبقى ازاي. ربنا معاك. انا لازم ربنا بيحبني اللي خلى المجرم يجيبني عند ناس طيبين زيكم. روح انت نامي.
وانت هتنام ازاي وانت كده؟ انا التعب خليني انام. اسند اسند راسك على كتفي وانت تستريح. لا معلش انا كويس كده. روح انت نامي. روح وانا مش هجيلي نوم طول ما انت صاحي. في حاجة حاسس بحاجة؟ ياه ده الفجر طلع. صحيح انا نسيت اسالك انت اسمك ايه؟ اسمي فاطمة. فاطمة اسم جميل. انا اسمي احمد. اي حاجة تعوزها يا سي احمد نادي عليا. يعني لو طلبت منك حاجة تعمليها لي؟ اؤمر. اربطي لي المنديل زي ما كان مربوط امبارح علشان ما حدش يعرف انك طليتي عليا. في حاجات كتير في حياتنا بنضطر نعملها مجبرين. ايوه الكلام ده مفهوم يا جماعه؟ مفهوم. مفهوم يا ابني. نيجي بقى للنقطه الثانيه. انتوا كلكم بتقولوا ان ابو الليل ملوش عصابه ومفيش وراه ناس بتحميه. الكلام ده ضدكم، ضد رجولتكم، لان معناه ان مديريه بحالها بتخاف من راجل واحد وبتتسطر عليه. الكلام ده سبق قلته لكل واحد فيهم. حصل ولا لا يا رجاله؟ ايوه حصل. اطمئن يا فندم، ده حاجة تهمنا جدا وان شاء الله هنكون عند حسن ظنك بنا. انتوا لما تبلغونا عن كل حاجة تعرفوها عن المجرم اول باول لازم نقبض عليه. كلامك معقول ومظبوط. وادي قدامكم مثلا، انتوا عارفين كلكم ان ابو الليل خطف ابني، ابني الوحيد، وبعت يطلب مني 500 جنيه فدية. تعرفهم كان رد ايه؟ ان اللي يجيب لي ابو الليل حي او ميت هدفع له 1000 جنيه. الله مريه. لا منى، 1000 جنيه حتة واحدة؟ يا سلام يا سعادة المأمور، ده انا كنت اشتري عزبة بمواشيها. طب وراس العمدة؟ ما حد قابضهم الا اني. الشدة للشديد يا بك. اني ضح ربنا يقويكي كمان وكمان. اجيب لك سندوتش كنافة؟ كتر خيرك يا بك. عاملين ايه في القهوة؟ اهي شغالة. البت الجديدة جابت رجل برضه، لكن تروح جنب منك انت. فين يا ام رجل دهب؟ ده انت ست الكل يا ست ضحى. سمعت على ابن المأمور؟ ما تجيبش السيره دي يا جماعه دلوقتي. ما تخافش خليك زي معلمتك. سلامات يا كلب الميري. لا سلمت ولا عشتي. اتكلم خلاصك، ايدي مش طايلاك. مش قادر اتكلم. المركز له احترام وانت ليك مرد كلام من صنف تاني. ولا بقالك سعر يا نص كده 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 بقى في حياتك مقدما. فابو الليل تضحكي. البيه المأمور مقدم 1000 جنيه للي يقبض على ابو الليل، واني النص هقبضها في كفي دي، وهشتري القهوة وهشتريكي علشان تخدمي فيها. اللي يطول القمر في السماء ما يطولش ابو الليل. حطول انت يا نص. كويس كده. الله انا مش عارف هفضل انا اشكرك لحد امتى. كل انت بقى عبالي لما انا ايه افك لك رجليك. لا يا فاطمه، انا اقدر افك الرباط ده في لحظه واحده، انما انا مش عايز اهرب. لكن دي فرصه، ابويا في الغيط وامي مش هنا. فاطمه انا هكلمك بصراحه، المجرم اللي خطفني وجابني هنا مجرم ذكي، اختار ابوكي بالذات علشان عارف ان عنده بنت اسمها فاطمه، ولو ما حافظش عليها كويس ما يرجحش عن انه يخطفك انت بتالي. طب يلا كل بقى حاجة على قد الحال. انا متأكد انه لذيذ مدام انت اللي عاملاه بيدك. لو كنا في حال غير ده كنت عملت لك فطير. اني صحيح مدرسة لكن اعرف اعمل الفطير والمعمر. انت جوهرة يا فاطمة، جوهرة ملكيش مثيل. مبروك يا سي احمد، الف مبروك. ايه مسكوك؟ ابو الليل يعني؟ لا ده البوليس جاي هنا. بوليس؟ اخس عليك يا فاطمة، انا مش قلت لك ما تبلغيش البوليس؟ مشاني ده البوليس بنفسه بيدور في كل البيوت، وبعد كان بيت هيجي الدور علينا كده. طب يلا ساعديني يا وانا. مخدود كده ليه؟ مستعجل بيشوفوك كده. انا لازم اهرب من هنا. تهرب؟ البوليس لو لقاني هنا هتكون مسؤولية كبيرة على ابوك. ما هو البركة فيك تشهد وياه. شهادتي مش حد تمنع عنه العقوبة. كتر خيرك يا سي احمد. على ايه؟ قلبك على ابويا. اللي يقدم الخير يلاقي الخير. كتر خيرك انت يا فاطمة. هنعمل ايه؟ روح افتح لهم. افتح لهم وانا هتصرف.
عندنا امر بالتفتيش. بس انا وحدي في البيت. ابوك فين يا فاطمه؟ في الغيط. التفتيش ده في كل البيوت يا بنتي، امر الحكومه كده. ابقي فهم ابوكي. اتفضل يا حضره الضابط، اتفضل. هو مفيش حاجه يا فندم، يلا بينا. اتفضل. السلام عليكم يا فاطمه. احمد خرج. ايوه انا هقول لابويا عشان يشكرك. على ايه؟ انتوا الاصحاب الفضل يا فاطمه. ماشي ان شاء الله. لازم اطمن الاول. على ايه؟ انا لو كنت هشوف الثاني ولا لا. فاطمه انت بقيتي اهم شيء في حياتي. الدنيا بتلهي يا احمد. مش هيحصل، صدقيني مش هيحصل ابدا. ربنا يبعد عنا كل شر. عننا كلنا يا فاطمه. اشوف وشك بخير. الو؟ ايه؟ اتحرق؟ هو مين؟ جورنا عبد العال. الو؟ بلغتوا المطافي؟ عظيم. ايه؟ بلغوا انذار من ابو الليل؟ طب ما بلغناش ليه؟ وهو فين دلوقتي؟ هرب؟ وبعدين بقى في جبن الناس دول؟ لا لا لا، حملة التفتيش تستمر زي ما هي. أنا نازل حالا جاي المركز. أحمد! ابني! أحمد! ابني! يا حبيبي يا ابني! روحي رد السير لما شفته. مالك يا أحمد؟ إزيك يا حبيبي؟ أنا بخير يا ماما الحمد لله. لا ده جرح صبح يا ماما مفيش حاجة. هيقطع حياته تمن للي عمله الجبان. المهم ان انا بخير وعايز استريح. اصلا لك دكتور يا احمد؟ لا دي حاجه ما تستاهلش دكتور يا ماما. طيب انت كنت فين وجيت ازاي؟ المبادله كله للبوليس، وبعد ما استريح حاب احكي لكم الحكايه كلها. عن اذنكم. وبعدين احمد يروح تعيطي يجي برضه تعيطي؟ اوه اوه شغل كويس ولا بلاش؟ بلاش الست ضحى بدلاله اجرها ما تنقصش الا على مد جيتنا احنا. انت اللي وسطك ناشف. ده العدمان الصدمان اللي جنب دي بيتحصل له في اليوم على زياده عن 10 ساعات. بلاش راسك مليح وعاجبني على الراس معلمته. يشوفوا لهم واحده غير. لا لا خليك عاقله ارقصي. انا هشتري القهوه دي واني هخليك معلمه على الكل. طب ما للنفس رقصها لافتح نفوكك. والله خساره يا بص راحت عليك البيعة. لا هتشتري عزبة ولا هتشتري قهوة. ها؟ ايه الحكاية؟ العيوب. مين اللي العيوب؟ الاهالي ولا البوليس؟ الناس بيقولوا البوليس. كده عال عال، يبقى المأمور بتاعنا هيبقى حكم دار ما دام مسك ابو الليل. انت فاكرني بتكلم عن ابو الليل؟ امال بتتكلم عن مين؟ عن ابن المأمور. ابن المأمور؟ اه. يعني ابو الليل بخير؟ بخير قوي. خلاص يبقى الألف جنيه بخير. المأمور حط الألف جنيه للي يمسك ابو الليل مش عشان ابنه. ويا شيخ اوعى خلينا في حظنا. ارقص يا غزال ارقص. العيشة قدامك يا فاطمة ولسه ابوكي ما جاش. طمني خاطرك يما زمانه جاي. يا ماني خايفة يا فاطمة. قلت لك يما احنا مالناش ذنب. البوليس جه لغاية هنا وخد الناس هتعرف كده وابو الليل نفسه هيعرف زيهم. قلت في بعبيدك يا رب. احمد فين؟ انت عيش. هربتوه؟ البوليس. احمد فلك قبل ما يجي البوليس. جوزك فين؟ سلمان فين؟ لسه ما جاش. وبنتكم فين؟ مش هتشوفوها بعد اليوم. هحسركم عليها زي ما حسرتوني على عبد المأمور. راس براس. هي فين؟ مفيش هنا اخرى. بلغي سلمان اني وراه لو نزل بحر او طلع جبل. ناري مش هيطفيها الا دمه. ولولا خايف يقولوا ان ابو الليل قتل حرمي لكنت قتلتك انتي. اصحى يا بنتي اصحى. انت نايمه كده ليه؟ مفيش حاجه. مفيش ازاي؟ انت مش خايفه لا يطلع عليك ديب ياكلك؟ قومي معايا يا بنتي قومي. لا 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 مش ممكن. مش ممكن؟ قومي معايا لحد ما يطلع النهار وبعدين روح مطرح ما يعجبك. لا لا ازاي؟ دي حته خطره. قومي يا بنتي معايا قومي. قومي خش يا بنتي خش. تعالي استريحي. انت ايه حكايتك؟
مش عارف اقول لك ايه. انت متجوزه؟ لا. امال هرضانه من اهلك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هو كده؟ معلش يا بنتي، الله يجازي اللي كان السبب. شبان يومين دول يا بنتي ما لهمش أمان. أني بس مفيش لزوم للكلام، أنت هنا في الأمان. أعرفك بالأستاذ أحمد المحامي ابني اللي كان خطفه الليل. تشرفنا يا أستاذ. كان طالب 500 جنيه فدية علشان غلطان يا فندم. الجدع الحليو ابو وش السمح ده يستاهل مليون جنيه. ما دفعتلوش مليم وابني قدامك اهو. حظ الاستاذ ابنك ديه. كل انسان ما يخضعش للتهديد يكسب. الدنيا على دي ودي يا بيه. كلها ايام وتلاقيه مرمي قدامي هنا والحديد في ايديه. ما يعلم الغيبه الا ربنا. ونهار ما يقع كل الناس اللي عاملين له حساب دلوقتي مش هيرحموكي، هيشهدوا ضدك وهيكشفوا اسرارك واسراره. لما نقطف الورد نقبل حاسب من الشوك. اعترافك النهارده يفيدك ويخفف مسؤوليتك ويشيل عنك تهمه التستر عليك. والله كلامك زين يا بيه وقلبك كله راح، لكن انا لا اعرف حاجه ولا اتمسكت في حاجه ولا حد قدم فيا شك. يبقى ظلم عليا انكم تفضلوا حاجزيني هنا. هي تهمتها ايه؟ تحري. وثبت عليها حاجه؟ لا، انما مجرد اشتباه. وبقى لها كام يوم عندكم؟ المدة القانونية. يبقى لازم يفرج عنها. بتقول ايه يا احمد؟ ده منطق العدالة وروح القانون. انا عندي يقين ثابت بانها الوحيدة اللي تعرف مين هو ابو الليل. اليقين والظن ما يدنوهاش مادام مفيش ادلة. غريبة انك بتتكلم كده وانت كنت ضحية اعتداء وحشي بسببها. انا اولا واخيرا محامي، درست القانون علشان انفذه، ولو اقتضى الامر اني اتجرد من عواطف الخاصة. يلا يا بنتي نجرب من هنا. انت شكري قوي يا سي احمد. انا ما عملتش حاجه تشكريني عليها، كل اللي عملته اني اديت واجبي كمحامي. ربنا يخليك ويحرس لك شبابك يا سي احمد. سيبوا البنت دي تخرج. انت معاك حق يا احمد، بس مش دول اللي بيحترموا القانون عشان يحميهم القانون. هم حتى لو ما احترموش القانون احنا لازم نحترمه وننفذه. ساعة البيت، ساعة البيت. لا مؤاخذة يا سعادة البيت، كلام سعادتك هو اللي خلاني جيت. ايه يا نص؟ ابو الليل يا سعادة البيت، الليلة هيكون في قهوة ضحى. جبت الكلام ده منين؟ اقول لسيادتك، لكن وراسي العمدة الراجل مالوش ذنب. راجل مين؟ ده الكلوبات اللي بيودي كلوبات النور لقهوة ضحى. هو اللي قالك كده؟ الله يعز سيادتك يا سعادة المأمور. طفل صغير كان معاه ظرف، فتح الظرف لقى فيه جواب ومعاه جنيه. الجواب ده من ابو الليل بيقول له فيه زود الكلوبات شويه علشان انا الليله دي هروح في قهوه الضحى وعايز اشوف نورها زين. دار الراجل بقى نشر الخبر. احنا يهمنا ترتيب زين تعمله سيادتك، ومين عارف يمكن السميع العليم يخليني من بكره ابقى صاحب ملك. طيب يا نصر روح انت. سلام عليكم. اسمع، اذا شفت حد بيحوم حوالين المكتب بتاع احمد رابو خد بالك منه. والله يا سيادة المأمور مسألة الأستاذ دي كانت كرباني خالص، أبو الليل مش هيسكت عنه، يلزمه حرس علشان يحرسه. في ترتيب معمول علشانه، وأنت كمان خد بالك. رقبت يا سيادة المأمور، ده أنا خدامه، من اليوم ده مش هسيبه أبدا. السلام عليكم. اديني حاضر معاه. أنت قاعد لي على الباب. الدنيا حر، إيه اللي أخرك لدلوقتي؟ سي أحمد اللي أخرني. سي أحمد؟ سي أحمد مين؟ ابن المأمور. وأنت مالك وماله؟ أبدا. بعد ما حصل ضرب النار فضل لازق لحد ما تخلصت منه وجيت. طب قومي بقى كملي لي الرقصه. لما تدفع قبل. ادفع ايه؟ حق الكلوبات والكراسي والقهوه اللي اتكسرت. طب قومي قومي، احنا قدامنا حساب كبير قوي. هرقص من غير مزيكا كده. صحيح. فاطمة، أنت كنت فين؟ رحت فين؟ قوليلي، أنت بخير؟ أهلي يا أحمد جرى لهم إيه؟ والدتك بخير والحمد لله، وعليها حراسة كبيرة من البوليس، إنما أبوكي اختفى ومحدش عارف راح فين. يمكن لا ما تخافيش،
ما حصلوش حاجه. لو كان حصل له حاجه كان ابو ليل شنع بيه. انما انت رحت فين؟ قولي لي. عطف عليا شيخ كبير في السن وخدني عنده. خليكي عنده لحد ما نطمن على ابوك. بس امي لازم تطمن عليا. حاضر يا فندم، انا هروح اطمنها بنفسي. ما دامكش يا احمد. استاذ لا مؤاخذه يا استاذ، خليك عندك يا نص. لا اصل غازيه ضحى ظهرت وخدوها على المركز ومش عايزه تدي منطقه اقوالها الا بحضور حضرتك. طيب انا هروح لها حالا. لا يا استاذ، لا ما تروح لهاش يا استاذ، تروح تشوف لها محامي تاني. طب بس ما تزعلش نفسك انت واستناني برضه. حاضر يا استاذ. هتروح المركز؟ ضروري، ده شغلي. والغازية تطلبك ليه؟ تعرفت قبل كده؟ أنا كنت دافعت عنها قبل كده. ودي تبقى معرفة؟ فاطمة خليك عاقلة، ما تتصوريش حاجات مش معقولة. وأنا في المركز هعرف حاجات عن أبوك كمان. هتتأخر في المركز؟ لا، لو استنيتيني كمان ساعة في جنينة الورد هقولك أنا عرفت إيه. هستنيك أستاذ. وكيل النيابة مستنيك يا أستاذ. طب اسبقني أنت على المركز. لا لا لا، زي ما قال البيه المأمور، والدك رجلي على رجلك ما سيبكش أبدا أبدا. وأنا على الباب، مش هتنقل يا أستاذ. طيب مش هتنقل. ها جايلك. طيب فاطمة عن إذنك بخروجي أنت على مهلك. أدي الأستاذ أحمد حضر، اتكلمي بقى. شفت يا سي أحمد المصيبة الجديدة اللي وقعت فيها؟ حضرتك كنت موجود في القهوة وشفت اللي حصل. الرجالة خافوا وجري، وانا كمان خفت على روحي وجريت. جريت رحت فين؟ اهو ده اللي عايزين نعرفه. وانا كنت داريه بروحي ولا ما اعرف اذا كنت شرقت ولا غربت. واخر ما جريت مطرح ما خدتني رجلي قعدت، غلبني النوم نمت لغايه ما لسعتني الشمس صحيت تاني. وبعدين رحت على القهوه، قبضوا عليا وجابوني على هنا. مفيش حد شافك وانت راجعه؟ ما قابلتيش حد؟ كتير، وصبحت عليهم كمان. طب قولي لنا اساميهم. الله يعز جنابك، في ناس كتير تعرفني وتعرف اسمي عشان الشغل، لكن انا ما اعرفوش. ايه رايك يا استاذ احمد؟ كلامها سليم. على العموم هي بتدي باقوالها باعتبارها مجني عليها، ومع ذلك ما رضيتش تقول عن اختفائها الا بحضور. خليها تبصر. يلا يا بنت نجرب. الهي يسعدك يا سي احمد. الحقيقه لازم تشوفوا لكم حل سريع في مساله ابو الليل دي، لان الداخليه مهتمه بموضوعه جدا. المديريه بتبلغ الداخليه اول باول عن نتيجه تحرياتنا وخططنا، والبوليس ما يقدرش يطارد شبح. وشبح الاهالي بتساعده وبتتستر عليه بجبنهم وخوفهم منه. بالظبط كده، ولا فيش حد طرده ولا قومه حتى نعرف له اثر نستدل عليه، وسيادتك عارف ان اقل اثر يوصلنا للمجرم. وبالطبع هو اعقل من انه يصطدم بالبوليس. طبعا، لان عارف ان في الاصطدام ده نهايته. معلش، هو هيروح فين؟ مسيره يقع ويتحقق معاه هنا. ان شاء الله. سعيد يا استاذ احمد. مع الف سلامة. احمد. دي اخر مرة احب يا احمد انك تقف فيها جنب البنت دي. الله. وحضرتك زعلان كده ليه؟ تصور موقفي قدام وكيل النيابه وهي بتطلبك انت بالذات عشان تدي باقوالها. هي بتطلبني مش بس كده، وتقول انك كنت سهران عندها امبارح في القهوه. وده فيها ايه زعل؟ فيها اني بحارب مجرم وانت بتدافع عن عشيقته، وما تكتفيش بكده تتردد عليها في القهوه. انت عايز الناس تقول علينا ايه؟ احنا في مجتمع ريفي بسيط، الناس في اغلب الاحيان بتوصل حاجات دي تفسيرات مؤذيه. انا عارف نفسي كويس ومتاكد ان تصرفاتي سليمه، وكلام الناس ما يهمنيش، لكن يهمني انا بصفتي مامور المركز. يا بابا، كل واحد مننا له واجب يأديه، وهدفنا واحد، هدفنا ان نلاقي ابو الليل، ومصيرنا في النهايه ضروري هنتقابل عند الهدف ده. اما نشوف. عن اذنك. اتفضل. يا احمد، عملت ايه؟ طلعتها براءه؟ انت لسه بتفكري فيها؟ ايه حلوه. وبعدين معاك، احنا ما عندناش وقت نضيعه في الكلام الفارغ ده. مش عايز تقول لي ليه؟ علشان مخي مشغول بمشكلتك. انت مدرسة وهتتغيبي عن وظيفتك بدون اذن، عرفتي هتعملي ايه؟ انا ما فكرتش في كده خالص. عشان مطمنة ان عندك اللي هيفكر فيكي. يا احمد. احمد كفاية يا فندم. عرفتي لي حاجة؟ اعرف قريب ان شاء الله، بس بالسكات ومن غير ما حد يحس. انت عارفة الحكاية دي تهمني قد ايه. مش هقدر ارفع عيني في عينك تاني. ده احنا الاثنين هنرفع عينينا للسماء ونطلب من ربنا انه يباركنا ويبارك حبنا الطاهر ويخلينا لبعضنا، ولا ايه؟ كده يا سيدي. يا احمد، اشوفك الليله عند التعريشه؟ لا بلاش الليله، انا ما اقدرش استنى لبكره. قلت ايه؟
هقابلك عند التعريف. شيلي فلوسك. لكن انا طلبتك من مكتبك. انا لسه ما عملتش حاجه استحق عليها تعب. انت تستاهل الدنيا كلها. الدنيا فيها حاجات كتير غاليه قوي. ما فيهاش حاجه ابدا تغلى عليك. ابدا ابدا يا سي احمد. يعني أنا لو تشجعت وطلبت منك طلب صغير كده قطعة عسل؟ لا، رد سؤال. عينيا فيها ما رد السؤال. سؤال غير ده، بعيد عن كده شوية. طلبات مين هو أبو الليل؟ أبو الليل لا شفته ولا عرفه، دي تهمة أنا مظلومة فيها. أنت مش مظلومة يا ضحى، أنت شريكة أبو الليل، وفي تهمة جاهزة لك يوم ما يطب هتلبسك. المكتوب على الجبين تشوفوا العين. اديك اعترفت انك شركته. اعترفت ومأمناك يا استاذ احمد. اللي عنده شهامتك يتأمن له. بس ما يرضاش ان بندقية في ايد مجنون تشرد اطفال وتخرب بيوت. هو انظلم كتير. وعشان كده كان لازم يكره الظلم، مش يظلم هو كمان، وياخد الناس كده عاطل على باطل. جيلك حق فيها. يا ضحى، انت تكرهي ان يكون واحد من الناس كويسين، له شغل يكسب منه، وبيت يرجع لك فيه اخر النهار، ياكل لقمته ويرتاح، وتحس بحلاوة الدنيا سوا. يا ريت يا سي أحمد. انت حلوة وشابة صغيرة، وشغلك يخليكي تعملي قرشين كويسين وتعيشي في سعادة مع ابن الحلال. والله اشتهيت للعيشة دي يا أستاذ، وطلبت منه نرحل لبلاد بعيدة ونعيش زي بقية الناس، لكن مفيش فايدة. عشان بيحب يرضي الشر اللي راكب دماغه. ولو انك تزعلي، هو ما بيحبكيش. بيحبني. كان اتجوزك، كان اتمنى ولد منك، ولا يمكن متجوز غيرك. كنت قتلته. يا تحبيه للدرجه دي؟ ضحيت عشانه كتير، ولسه هتضحي كمان. انت يا بنت الناس بتبدوري حب في ارض مالحه. انت ليه بتكره؟ انا ما بكرهوش، انا زي الدكتور اعالج المرض لكن ما اكرهش المريض. والله كلامك زين، وزيارتي جت بفايده، فايده كبيره قوي. تتمسى بالخير يا سي احمد. يا استاذ، في زباين بره عايزين حضرتك يا استاذ وبيدفعوا فلوس. خليهم يتفضلوا. والله عيبه بحقك يا استاذ، تشغل عندك نص فراش. زم لسانك يا بنت انت. ده هي تكحن غوازي اللي جابوكي. نعم. لو طلبت منك حاجه تعملها لي؟ انا علشانك اعمل اي حاجه في الدنيا. اي حاجه؟ طبعا. حتى لو قلت لك ما تروحش القهوة ياه؟ فاطمة، ما بلاش تتعبي دماغك بالحاجات اللي ملهاش أصل. مش دماغي اللي تعبانة، ده قلبي هو اللي تعبان. يا ريتنا كنا اتولدنا من غير قلوب. ما كناش اتمتعنا بحبنا. ما كناش عشنا في العذاب اللي احنا فيه. ده حتى العذاب اللي بيجي من الحب عذاب لذيذ، عذاب لو اتحرمنا منه ما نعيش. أحمد. إيه يا حبيبتي؟ تفتكر لو ما كنتش جيت عندنا كنا هنقدر نشوف بعض برضو؟ ضروري، احنا اتخلقنا لبعض، وكان لازم يجي يوم نقرب لبعض ونقرب نقرب نقرب لحد ما نبقى روح واحدة. مليح قوي. تتجوزين اني؟ والله زين يا ست ضحى، غالي والطلب رخيص. بلاش منه اذا كان مش عاجبك. وطالبه مهر كام؟ ومين اللي هيتوكل لك في العقد؟ الاستاذ احمد؟ قصدك ايه؟ اخلصي. وقال لك ايه الاستاذ احمد؟ انطي. رجع الفلوس وقال لي انا ما تعبتش في حاجه. وقال لك ايه كمان؟ على حسب اوامرك جريت معاك كلام وضحكت له. لقيته عفوك. جدع صغير، معرفتش تضحك عليه. عقلك قالك تضمن يا ابو الليل في ايدك بالجواز. والله فتحت نفسي للجواز. اللي تحب راجل تحب تتجوزه، واللي يحب حرمه يقتلها. يقتلها عشق وحرام. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيتك امانه حافظ عليها. انت مين؟ انت مين؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عايز ايه يا ابني؟ فين فاطمه؟ فاطمه مين؟
ناديها من جوه ان كنت عاوز تعيش. انا ما عنديش حد اسمه فاطمه. ما تخلينيش استعمل معاك اللي هو انت راجل كبير. فين هي؟ عايز ايه من فاطمه؟ اني فاطمه؟ البسي وتعالي معايا من سكار. عايز مني ايه؟ مش انا اللي عايز، ابو الليل اللي عايزك. ابو الليل؟ ايوه عاوزك عشان يتجوز. انا مش هخرج من هنا، مش هتنين من هنا. دي اوامر ابو الليل، ما نفذتهاش هيقتلني انا. لو جيت جنبي هتعرف الم عليك النهارده. فاطمة 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 فوق يا بنتي، فوق يا بنتي. واقف عندك تخيط مين بالنار؟ انت تخيط مجرم. ورينا تخيطه فين. الحمد لله على سلامتك يا فاطمة. أبويا. بنتي بنتي حبيبتي بنتي هما مسكينك ليه يابا؟ انت عملت ايه؟ انا اللي قتلت يا فاطمه، انا اللي كنت سهران عليك احرسك اتهجم عليكي قتلته. انا رايح ابلغ الملك. لا حول ولا قوه الا بالله. رايحين فين؟ ده حدث وكيل النيابه مطلوبين لي التحقيق. وكيل النيابه عنده تحقيق دلوقتي، اقعدوا هنا. انا عارف ان ابوكي عنده حق وان شاء الله هيطلع بالسلامه. شدوا حيلكم مال بس ما تعيطوش، ربنا كريم وحليم وعنده العفو. بس يا بنتي بس بس اديها لسلمان. ربنا يخليك يا بيه. الحمد لله. قول لنا بقى انت قتلت الطبال ده ليه؟ انا لما قتلته ما كنتش اعرف انه هو طبال ضحى. انا قتلته علشان كان عاوز يخطب بنتي يوديها لابو الليل يتجوزها. ومنين عرفت انه هيخطب بنته؟ اصل انا كنت براقب فاطمه من يوم ما راحت بيت الشيخ كده في السر من غير ما حد يحس. انت فاطمه؟ ايوه. هو انت اللي ابو الليل كان عاوز يتجوزك؟ بس يا بنتي بس كفاياك يا عيال بقى يا فاطمه. ابويا يا احمد ابويا. السجن احسن حمايه له. حيش نقوم. ايه الافكار دي يا فاطمه؟ ده كان في حالة دفاع عن النفس. ما طلعتوش بكفالة دي. انا وهو اتفقنا على ان كده احسن حاجة له. مش مصدق ان ابويا يرضى بنفسه بالسجن وهو بريء. صبرك بالله يا فاطمة، كلها ايام وقبل ما ينتهي الحبس الاحتياطي هنكون قضينا على ابو الليل. يا ريت يا احمد يا ريت. فاطمة لازم يكون عندك ثقة في كلامي. انا واثقة فيك وفي كلامك يا احمد. لا مؤاخذة يا أستاذة، عقلي هيشت مني. عايزك تتوكل لي في قضية واللي تؤمر بيه أدفعه لك. في الخدمة يا ست ضحى، اتفضلي يا قاضي. هو أنت البناية الحلوة اللي أبو الليل كان عايز يتجوزها؟ أيوه هي اللي عرفت تغير أخلاقه وتخليه يفكر في الجواز. والله بيعرف ينقي. الله. هو مش أنت اللي خططتي له؟ وحياتك سيبني في حالي. شوف يا أستاذ. البوليس عمل امر ازاله للقهوه وعايز ارفع قضيه تعويض. على مين؟ على وزاره الداخليه؟ على اللي يكون السبب. ده مولد وانا دافعه في الارض فلوس كتير. كل شيء في مصلحه الامن لازم يتعمل، وخصوصا بعد الحوادث الاخيره. والخساره اللي انا خسرتها اهون بكتير من الناس اللي ماتت على ايد ابو الليل. ما دام انت شايف كده اروح. هتخرجي قبل ما نقوم بالواجب؟ واجب ايه؟ واجب العزاء. الباقيه في حياتك في الطبال. والله صاحب عيالي يا استاذ وكان خدوم ومخلص لي قوي. ومع كده خانك وكتم خيانته عنك وما قالكيش هو راح يعمل ايه. لا ما قاليش. عارف عمل كده ليه؟ اعرف منين؟ سره اندفن معاه. انا اعرف ومش هقولك ليه الا لما تقولي لي مين اللي قتله. قتله سلمان. لا سلمان ما قتلوش، انت اللي قتلتيه. انا قتلته؟ ايوه انت اللي قتلتيه. قتلتيه برعبك من ابو الليل، علمتيه الخوف اللي سرق شجاعته وايمانه بنفسه وبالناس وبالبوليس وخلاه ذليل ما يتوحش الا الرعب وينفذ كل طلباته.
الرعب اللي انت لسه بتحميه واللي اسمه ابو الليل. انا ماشي. لسه عندي كلام لك يا ضحى. اتكلمت كفايتك يا استاذ. حاجه واحده عايز اقولها لك، اللي يملك الناس بالرعب يوم ما يشك انهم هيتنمردوا عليه مفيش قدامه الا انه يقتلهم. اتمسى بالخير يا استاذ. ضحى فكري في كلامي كويس وخليك عاقله. هحاول. واذا رجعت لك هنا تاني هقول لك مين هو ابو الليل. شرف كلمة ضحى. مع السلامة يا ضحى. كان حقك وصلتها لحد بره. فاطمة أرجوك تبصي لي بنظرة أكبر من كده، أنا مش صغير. هي بتيجي هنا ليه؟ ليه عندك قضايا؟ أنا اللي ليا عندها. ليا عندها سر أدفع حياتي عشان أعرفه. سر أبو الليل يا فاطمة. أبو الليل اللي مهدد أهل بلدي وأبويا. اسكتي اسكتي يا دوخك. عايز تقتلني؟ عايز اقتل الشيطان اللي سكب في نفوخك. قول انك عايز تقتلني عشان تتهنى مع اللي انت عايز تتجوزه. لو كنت عايز اقتلك كنت قتلتك من زمان. لو اتجوزت فاطمه هتقتلني. انا هتجوز فاطمه علشان اذل سلمان واقدم الاستاذ بتاعك. معناتها ايه الاستاذ بتاعك؟ الاستاذ اللي دلك على سكه العوج معايا. الاستاذ اللي شغل مخك بحكايه الجواز علشان يوقع ما بيني وما بينك، وبعد ما نقع مع بعض يصطدمي بيكي. انت بتقول ايه؟ بقول الكلام اللي انا فاهمه زي ما فاهمه الاستاذ احمد. عرفتي هتجوز فاطمه ليه؟ انت فاهم غلط، وهتظلم فاطمه وتظلم الاستاذ احمد. طب اسمعي يا ضحى، بربنا فهمت الاستاذ احمد غلط. وعهد الله انت فهمته غلط. كل شيء جايز، يبقى الراي ايه؟ الراي قبله. واسمع منه كلمة صريحة. عاوز فاطمة ولا عاوزك انتي؟ عاوزني اني؟ ده اللي داير في نفوخي يا ضحى. رجله جريت على القهوة. وانتي زياراتك له كتر. وراجعة تقولي لي ده عفوك وابصر ايه؟ احنا عمرنا ما كدبنا على بعض. عايزة جواز الفاطمة ما يتمش ليا شرط واحد. اشرط. احمد يجي يقابلني هنا. ونتكلم كلمتين بصراحة. شفت انه رايد فاطمه هسيبها له. فهمت انه رايدك انتي هتجوز فاطمه ويحصل شر كبير. ومين اللي هيجيبه هنا؟ انتي. اني؟ ايوه. انا مجنونه وريله سكه الجبل. انا اللي عايز، وقلت لك عايز ليه؟ اعمل ايه بس يا رب؟ شوفي لك طريق، ومفيش حاجه بتحصل على حرمك. بس ما اكونش انا السبب في قتله. قتله؟ قتله يا بنت. انا اللي عاوز اقتله كنت اقتله هو في حضن امه وابوه. بس اسمعي، لو جرجر البوليس وراه مش هيرجع، فاهمه؟ مش عاوزين تأجيل بعد كده يا استاذ احمد، اعمل معروف. جلسه بكره للمرافعه ومركزنا في القضيه كويس قوي، وانا جاهز اهو. واحنا كمان عشمنا فيك عشم كبير. ان شاء الله بكره يحصل كل خير. بس كده، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الو؟ مين يا فندم؟ اهلا اهلا اهلا. ايوه يا فندم، القضية اتحجزت للحكم بعد 3 أسابيع. ان شاء الله. السلام عليكم. اهلا فاطمة. قدمت طلب الافراج يا سي احمد. طب بس مش تقعدي الاول. عايزة اطمن. اطمني، كل حاجة ماشية عادي. اقعدي. انت ازيك؟ مش هتم فرحتي غير لما اشوف ابويا معايا. وحياتك يا فاطمة. وغلاوتك عندي كل املنا هتتحقق قريب. تعال يا ضحى. اني مروح. الهي يساعدك تقعدي حبتين، مالكيش دعوه بيا. ما تظلمينيش انت كمان يا شاب، الدنيا ظلماني كفايه. استني يا فاطمه. ايه يا ضحى، جايبه لي اخبار كويسه؟ ربنا عالم وشاهد انا جايه لك ليه. في قضية تانية؟ في قضية كبيرة أوي، قضيتك أنت وأبو الليل. وأنا همك في إيه؟ يهمني الراجل بتاعي، لأني بحبه وخدنا مشوار طويل سوا في دنيتنا، وعايز أكمل بقية الطريق معاه إذا ربنا ساعدني. وأنت كمان ساعدتني يا سي أحمد، قلبي هيرتاح وتتم لكم هنويتكم أنتوا الاتنين. قعد يا ضحى.
قوليلي عملت ايه؟ حصل ايه؟ انا جاي اطلب منك خدمة كبيرة قوي، لو وافقتني عليها مش هسيبكم شهر تاني ابدا من ابو الليل. اطلبي يا ضحى. ما تأمنلهاش يا حكمة يا ست فاطمة، الشر هين ومقدور عليه في كل وقت، ما دي حاجة معروفة، لكن انا جاي اعمل خير، وحياة الاستاذ عندك ما توقفيش في طريقي. عن اذنك يا فاطمة هتكلم وياها كلمتين. تعالي يا ضحى. يا مرحبتين، انت ولفت علينا ولا حكايتك ايه؟ كلمها كويس يا نص، ما تنساش انها عندي في مكتبي. لا مؤاخذة يا استاذ احمد، عندك حق. سماح يا ست ضحى. ازيك يا ست فاطمة؟ مالك؟ قلبي مقبوض يا نص. لا 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 لا، مالكش حق، احمد مخه كبير، مش ممكن لا دي ولا 20 زيها يلفوا عقله. انا خايفه لا تكون عايزه تغوي، حاكم الصنف ده يعرف حاجات انا معرفهاش. لو كانت عايزه تغوي ما كانتش واجهتك وكانت هربت من قدامك. امال فكرك جايه ليه؟ وبتكلموا على ايه؟ دلوقتي نعرف، الاستاذ احمد ما بيخبيش عني حاجه ابدا. تضحكي تضحكي، ما توريهاش انك زعلانه، يلا اضحكي. راح تقتل مين يا استاذ احمد؟ ليه وانا اتبدلت بيك يا نص؟ انا رايح مشوار مع ضحى وهرجع متاخر بالليل. رايح فين يا احمد؟ ما تخافيش يا فندم. ما اقدرش اعرف رايح فين؟ انا رايح ازور شويه ناس مع ضحى. ناس مين؟ هي قالت لك ايه؟ عايزه توديك فين؟ فاطمه انا احب انك تكوني اكبر من كده. استاذ احمد ما تامنش للحيه دي، ما تروحش معاها في حته. مالكش دعوه انت. وده كلام برضه يا سي احمد، ده انت امانه في رقبتي. بلغ البوليس وخليهم يتبعونا. انت تستناني في دوار العمده لحد ما ارجع. حاضر يا سي احمد. يلا بينا. ده فاطمة عن اذنك انا رايح مشوار صغير. واني كمان مروح. اتفضل يا استاذ احمد. اتفضل اقعد على مضوحة تعمل لك القهوة. انا مش عايز اشرب قهوة. قول انك انت مش عاوز تشرب قهوة دي. على كل حال انت ضيف واكرام الضيف واجب. انت طلعت تقابلني ليه؟ مقابلة الرجال شرف. نتكلم بصراحة احسن. قول لي انت ورا ضحى ليه؟ انا مش ورا ضحى، انا ورا ابو الليل. وبتقولها في وشي؟ انا جاي اتكلم بحريتي، وضحى ادتني الامان منك. لو كنت هتسحب كلمتك انا راضي باللي حصل لي. معاك الامان، اتكلم خلاصك. خطفتني وتعديت عليا ليه؟ خلاص طار. ابوك غرز في قلب سكين، غرزت في قلبه سكين. ابويا ما جلدش ضحى بالكرباج، لكن جلدها بالاهانات والكلام. اكل من روحها وقلبها بالكلام الشديد. وانت اكلت من دمي ومن لحمي من غير ما يكون بيني وبينك اي طهر. ده يبقى عدل ده؟ عدل؟ عدل ايه يا استاذ؟ انا عشت اجير عند باشا صاحب ابعديات، انظلمت فيها سنين طوال انا واهلي، كنت بشرب فيها دموعي ولحمي كانت بتنهش والكرابيج والكلاب. واليوم اللي ابوي رفع فيه يده يحوش عني الكرابيج مزع جسمه الرصاص، وعدلت الجنون خد التعظيم سلام لسعادة الباشا، وابوي قلبه راح. ابوك مات شهيد، ولو ظلموك وظلموا غيرك ربنا انتقم منهم وخلاص زمانهم انتهى. عقبال ما وصل عدل ربنا كنت اتعلمت عدلهم، عدل الكرباج والرصاص والكلاب. لو كنت صبرت على غريمك كنت النهارده تقدر تقف معاه قدام محكمه وتتمتع بعدل ربنا وعداله القانون. اسمتي ونصيبي والمكتوب على الجبين لازم تشوف العين. ظلمت وان ظلمت، كفايه كده، توب الى الله. ليا خصوم كتير، ويوم خلص الطار اكف ايدي واسلم سلاحي. غلطان؟ يمكن اكون غلطان، لكن اللي يريح قلبي ويشفي غليلي هعمله. وما تحاولش معاي، انا مخي زي الحجر الصوان. ارفع ايديك، ارفع على طخك، اتدور، اتحرك. احمد، البوليس، خد ايديهم اشاره.
النص. مشاكر مين؟